الدبلوماسية الإثيوبية تشرع أبوابها إلى حيث التاريخ والحضارة والعراقة. إنها جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. إنها إثيوبيا بلاد الحبشة، أرض الأبطال والشجاعة، أرض الكرم والخير والإباء، أرض الجمال والبهاء والكمال، أرض أباي، أرض النيل العظيم الذي يجمع أمة إفريقيا. هذا التاريخ العميق جدير بأن تفتح أبوابه لأجيالنا فيعرفوا كيف تمت مراحل هذه الدبلوماسية العريقة التي نفتخر بها في بلادنا. وبتوجيهات كريمة من فخامة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أبي أحمد، وبإشراف ومتابعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد دمك أمكنن، وزارة الخارجية الإثيوبية تقدم دعوة كريمة لأجيالنا في متحف العلوم والتكنولوجيا، ذلك الصرح وهذه الأيقونة المعمارية التي تزين جماليات بلادنا وتبرزها إلى العالم. مرحبا بكم للإطلاع على فعاليات وزارة الخارجية الإثيوبية. شكرا لكم وفي أمان الله.